انا متهيألي انتوا عارفين انا هقدم مين. ليه؟ لانه عشت عمري الصديق اللي خشبت المسرح شهدت بداية صداقتنا اللي استمرت من ساعتها لغاية دلوقتي. لو تعرفوا من ساعتها لغاية دلوقتي عايز اقول بس هقول ساعتني يسعد مش هقول. انتوا عارفين طبعا عارفين كل حاجة. بصوا هما وصل للدنيا فنان عاشق للفن، بدأ رحلته وهو طفل في إذاعة اسكندرية، وكان بقى طفل معروف وبرامج وتمثيليات، ثم عمل مسرح في جميع مراحل حياته وفي جميع المواقع المسرحية بعروس البحر، لحد ما بدأ رحلة الاحتراف اللي جمعتنا سوا. وأقول لكم إيه، قدم في المسرح أعمال رائعة جميلة كوميدية وليها هدف وليها معنى، واستمرنا كده لغاية ما وصلت لآجي وأقدمه بنفسي. أقدم حبيبي عشرة عمري الصديق اللي عمر صداقتنا عدى 40 سنة. يسعد. ما اختلفتش. اللي ضحك ده شرير. حبيبي واخويا اخويا الصغير على فكره. والله اخويا الصغير واصغر مني كتير على فكره. والله. انا بحمد الله اهو. الفنان الجميل الرائع الكوميدي التراجيدي النجم النجم الكبير قوي احمد ادم. الراجل ده كان عمله شقته هنا في مدينه 6 اكتوبر، دخل لي حمام قديم كده وانا عايز اتخلص من الحمام ده. قلت له 70 جنيه خلصت من الحمام ومن الشقه كلها. انت تعرف احسان انت ايضا بحبها.